الحمد لله مكفر السيئات ومضاعف الحسنات، والصلاة والسلام على الذي علمنا أن نقول عند الأفراح والمسرات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما بعد، ففرح كبير وشرف كبير لنا أن نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم لرحيلي وفضيلة الشيخ الدكتور فلاح مندكار وسائر المشايخ الأفاضل والأخوة طلاب العلم. والمحاضرة كما هو معلن الصوارف عن طلب العلم، وهو موضوع عظيم يحتاجه كل طالب علم، وفضل الله عز وجل علينا كبير أن يكون المحاضر في هذا الموضوع من له باع في هذا الشأن، فيكون الانتفاع منه أكبر. ولا أطيل عليكم، فأترك المجال للشيخ إبراهيم لرحيلي حفظه الله تعالى، ثم للشيخ فلاح إسماعيل، وهذا بعد اتفاقهما فيما أعرف على هذا. أما الاتفاق لم يحصل، الاتفاق ما حصل. إذا كان مقصود الاتفاق فأنا أقدم الشيخ. الله يكرمك، الله لفضلي والله ليس لي. لا والله، الله يكرمك شيخنا، الله يحفظكم، الله يحفظكم. لكن من باب الطاعة وليس من باب التفضل. استغفر الله. الشيخ الله يحفظكم بالعلم وفضل الله. أنت الأحق والأولى، بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله بحضور جمع من أصحاب الفضيلة من أهل العلم، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ فلاح مندكار الذي أثرني على نفسه وهو صاحب الحق الحديث. ولكن أنا في يلين فأغلب دائما، فليس لي إلا الاستجابة، وما أذكره حقيقة لطلاب العلم ليس هو من باب الجديد الذي يذكر فيعلم، وإنما من باب التذكير لأخواني طلاب العلم. وحقيقة هذه الموضوعات تحتاج إلى التحضير واستحضار، وليس لي سابق تحضير لهذا الموضوع، ولهذا أقدم بين يدي الحديث الاعتذار قبل التقصير. هذا الموضوع أيها الإخوة وهو الصوارف عن طلب العلم. أولا، قبل الصوارف نحن نرجع إلى أصل، وهو هل الأصل في الإنسان أنه متعلم أو طالب علم فيصرف، أو أنه جهول ضال يحتاج إلى توفيق الله عز وجل. فقبل الصوارف فالإنسان ضعيف، والله عز وجل يقول كما جاء في الحديث القدسي، يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فالأصل في الإنسان أنه ضال، والأصل في الإنسان أنه جهول، والأصل في الإنسان أنه ضعيف الصبر، ضعيف القدرة، ضعيف العلم،
ضعيف العزيمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما بلغ من بلغ من أهل العلم والفضل إلا بشدة الحرص على التوكل والإخلاص لله عز وجل. وهذا ظاهر في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثرة تضرعه لله عز وجل إلى أن لقي الله وهو يظهر التضرع والاستغفار، وأنه إذا نزلت به المسائل لجأ إلى الاستغفار وإلى سؤال الله عز وجل الهداية والتوفيق. وكثيراً ما يختم كتبه وبعض رسائله وبعض المسائل التي يقدرها يقول: وهذا مما من الله به من غير حول منا ولا قوة. فتوكل قبل الطلب واستغفار واستشعار الفقر ونسبة الفضل لصاحبه وهو الذي من علينا بالهداية بعد وجود العلم. فأرى أن طالب العلم ينبغي أن يعنى في طلبه للعلم بالتوكل على الله، وأنه ضال إن لم يهده الله، وأنه جاهل إن لم يعلمه الله، وأنه ضعيف إن لم يقوه الله عز وجل. ويبدأ مسيرته في طلب العلم بالتوكل على الله عز وجل وبالإخلاص لله عز وجل. فإن الإنسان قوي بربه ضعيف بنفسه. وقد ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين قال: أجمع العلماء العارفون على أن التوفيق أن يعانى العبد، وعلى أن الخلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. وهذا دليل على أن من أعظم العقبات التي تحول بين طلب العلم وتحصيله هو عدم العناية بهذا الجانب وعدم استشعار الفقر والحاجة لتوفيق الله وإلى إعانته وتسديده. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من سأله الوصية قال: قل اللهم اهدني وسددني. فالإنسان محتاج إلى كثرة الدعاء بالهداية والتسديد والتوفيق. ثم بعد ذلك ينطلق في طلبه للعلم على منهج شرعي. وطلب العلم عبادة كسائر العبادات، تفتقر للإخلاص في الطلب وتفتقر للمتابعة فيه. وبضد هذين الأصلين يحصل الخذلان وتوجد الصوارف التي تصرف طالب العلم عن هذا الأصل. الإخلاص في طلب العلم تكلم عنه العلماء، ومن أجمل ما قيل فيه أن يطلب العلم يقصد بذلك رفع الجهل عن نفسه. لا يتعلم العلم ليكون خطيبا أو منظرا أو مؤلفا أو متحدثا بين يدي الناس أو يطلب به عزا وشرفا. تعلم العلم ليرفع به الجهل عن نفسه، يتعلمه لتحقيق الغاية التي خلق من أجلها. فإن الله خلقنا لعبادته، وأول ما يعنى به المسلم
هو أن يعلم هذا العلم الذي يحقق به هذه الغاية. ما هي العبادة التي أمرنا بها؟ وما هو المسلك الصحيح في تحقيقها؟ أجمع العلماء على أنه لا يمكن أن تصح العبادة إلا بالعلم الشرعي. هذا الدين دين اتباع، ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ الأمة، تأتيها المسألة فيتوقف فيها حتى يأتيها الوحي من الله. دين اتباع وليس دين ابتداء. المنهج في طلب العلم لا يقل أهمية في الاتباع عن المنهج في العبادة وفي الدعوة إلى الله في سائر الأمور. ولهذا أهل السنة قنعوا بما شرع لهم ربهم ولم يحدثوا مناهج في الدعوة ولا مناهج في طلب العلم ولا مناهج وطرق في العبادة، وإنما اتبعوا الكتاب والسنة. ولا يرضون أيضاً بتأليف جماعات للدعوة وجماعة للعبادة، وإنما الأمة كلها جماعة واحدة هم أهل السنة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه من حيث المقصد. وأما من حيث الواقع فالأمة متفرقة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، الحديث المشهور من حديث معاوية رضي الله عنه وغيره وهو السنن. قال: افترق أهل الكتاب قبلكم على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، في بعض الروايات فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الجماعة قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالأمة متفرقة، ولكن الأمة إنما يمثلها أهل الحق وهم أهل السنة، وهم كثرة بعقيدتهم والبركة في علمهم، ليست في كثرة أهل البدع وأهل الضلال، وإنما في أهل العلم من أهل السنة. كما تلاحظون إمام من أئمة أهل السنة، لو أتينا بمؤلفات ابن تيمية لربما لا تقارن في نفعها بمؤلفات عشرات العلماء من المنتسبين للعلم من أهل السنة، فضلاً أن تقارن بكتب الفلاسفة وكتب أهل الكلام. ما الذي قدمت كتب الفلاسفة للإسلام؟ وما الذي قدمت كتب المتكلمين للإسلام؟ لم تقدم إلا الشبه، وهذا رجل خلف هذا العلم. وهذا دليل أن الأمة إنما يمثلها أهل السنة، فهم الجماعة وهم الأمة التي امتثلت هذا الطريق. فطلب العلم لا بد أن يكون على هذا المنهج الشرعي، لا بد أن يكون بإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، وأن يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه، لا يتعلمه لأغراض أخرى. وهذا يحتاج إلى مراقبة للإنسان، يراقب نفسه. الناس اليوم ينكرون علينا ما ظهر من أخلاقنا ومن أقوالنا، وليس هناك رقيب يناصحك إذا أخطأت بالإخلاص، وهذا أخطر ما يكون. نحن في الظاهر يجعل الله في هذه الأمة من الخير من ينبهك: يا فلان الثوب طويل، يا فلان اللحية ليش أخذ منها، يا فلان فعلت وعلت، تجد من ينصح لك. لكن ما نعرف رجل
الآن يأتي في المسجد يقول يا فلان الإخلاص عندك قليل شوية، نقص الإخلاص، ما الذي أردت؟ ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، الأصل في الناس أنهم على إخلاص، وهذا الأمر يحتاج إلى مراقبة أعظم فيما بين العبد وبين الله عز وجل في هذا الأمر في طلب العلم. ثم بعد ذلك المتابعة في الطلب من حيث نوع العلم الذي يتلقى ومن حيث الطريقة في تلقيه. أما المسألة الأولى وهي العلم الذي يتلقى، فالعلم منقسم كالعمل إلى واجب ومستحب. جاء في الحديث القدسي من حديث أبي ذر يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. لاحظوا، قال افترضته عليه ولم يقل الفراخ، وهذا دليل على تفاوت الناس فيما افترض الله عليه. من هنا يبدأ المنطلق في طلب العلم. افترض الله علي التوحيد، هذه الفريضة هل هي عينية أو فريضة كفائية لو قام بها البعض برئت الذمة؟ كل مسلم يعلم أن التوحيد فريضة عينية على كل مسلم، فلا بد أن تتعلم هذا التوحيد، ولا بد أن تتعلم ما يضاده من الشرك. وهذا العلم يبنى على أصلين: النظر إلى الخير والشر، إلى خير يطلب ليعمل به، وإلى شر يطلب العلم به ليحذر. والكتاب والسنة دل على هذين الأصلين، وكان في الصحابة رضي الله عنهم من يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه، كما صرح بذلك حذيفة رضي الله عنه. إذن لا بد من معرفة ما أوجب الله، وأوجب الواجبات هو التوحيد، ثم معرفة ما يضاد من الشرك ليحذر. إذا عرفنا الواجب نعرف الصوارف عنه. الصوارف عن هذا الأصل أن ينصرف طالب العلم عن هذا الأصل الذي أمر به وهو أوجب الواجبات، فيطلب من العلم ما هو متأخر عن هذا الواجب، فيتعلم مثلا العبادات العملية وما يتعلق بباب الفقه معرفة الصلاة وأحكامها قبل أن يتعلم التوحيد. وهذه الصلاة لا قيمة لها إذا فقد التوحيد، ولهذا فإن أوجب الواجبات أن يتعلم طالب العلم التوحيد وما يضاد من الشرك ليحذره. فكل من انصرف أو صرف عن هذا الأصل فهذا مفترق طريق عظيم يفارق فيه أهل السنة في طلبهم للعلم غيرهم من أهل البدع. تلاحظ نحن نعيش في مجتمع كثير من طلاب العلم يطلب العلم سنين طويلة وبعد ذلك يقول: ما حصلت العلم الذي أريد. لماذا؟ هذا لابد أن يكون خلل، إما خلل في الإخلاص أو خلل في المتابعة. الإخلاص لا اطلاع لأحد على قلوب الناس، كل إنسان واقف نفسه. المتابعة في خلل وهو طلب العلم في غير تدرج، فتجد طالب العلم يتعلم مسائل جزئية قبل أن يتعلم الأصول. نحن في المدينة كما تعلمون في الجامعة الإسلامية في فترة من الفترات يفد علينا بعض طلاب العلم من بعض البلدان من الخارج، كانوا يسألون مسائل جزئية في الأخلاق وفي المعاملات
والله ما أتكلم يعني بهذه الكلمة يعني تواضع، إني حقرت نفسي لما سمعت من بعض الطلاب بعض هذه الأسئلة. قلت ما شاء الله، يعني وصلوا إلى هذه المرحلة ونحن هذه المسائل والله يسألون عن مسائل ما عرفناها دقيقة. جاء مرة قال النوى نخرجهم على الأصبع أو بالباطل أو كذا، بدأ يتكلم في المسألة. قلت ما شاء الله، فظننت أن هؤلاء بلغوا من العلم مرحلة أن وصلوا إلى هذه الجزئية. ولا أقول هذا يعني من باب التواضع، والله إني حقرت نفسي معهم وقلت هذه ثمرة الاجتهاد في طلب العلم، وصلوا إلى هذه المرحلة ونحن الآن نجهل هذه المسائل ندعي أن نقول العلم. ثم تبين لي بعد ذلك خلل كبير في هؤلاء، أنهم يأخذون مسائل جزئية ويتركون الأصول في مقابلها، وتجد بعضهم لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وهو يسأل عن هذه المسائل الجزئية. يتصل عليه مرة رجل في وقت متأخر من الليل ليسأل عن لغة أهل الجنة، وآخر يتصل مع أنه يقول إن شاء الله أنا أتصل ما حد يرد عليه، ويسأل هل يرى الجن في الجنة أم لا. أخي لو مت وأنت ما عرفت هذه المسألة ما ضرك. الذي يسمع هذه المسألة يقول هؤلاء بلغوا مرحلة في العلم حتى وصلوا إلى هذه المسألة، تجاوزوا العلم، وإذا بهم يفرطون في هذه الأصول. مسلك آخر من بعض هؤلاء الشباب، طلاب علم صغار، نقول ما الذي درست من الكتب؟ قال ما درست شيء، لكن الحمد لله في نشاط. ما هو هذا النشاط؟ قال لي 4 كتب في الردود على المخالفين. ما شاء الله، وعلى من؟ قال على فلان وعلى فلان وعلى فلان. طيب، يعني هذه الكتب عندما ألفت هل ضغطت العلم؟ قال لا والله، بس المشايخ قالوا ردوا على المخالفين ورديت. هذه اللي صرفها هؤلاء الشباب، لا أدخل الأصول ولا انتفعت به الأمة في الردود. فإذا وجه هؤلاء الطلاب لطلب الأصل لا يعني أن نغفل الردود، الردود لها علماء يقومون بها ولها رجالها، ونحن نؤهل هذا الطالب ليتعلم فيرد على المخالفين، لكن كيف يرد الباطل وهو لم يعرف الحق؟ يعني كيف الآن يرد على المشبهة وعلى المعطلة وعلى المفوضة وهو ما عرف عقيدة أهل السنة في باب توحيد الأسماء والصفات، ولا يعرف الأسماء ولا يعرف الصفات؟ فهذا خلل في تجاوز هذه الأصول إلى مسائل جزئية انصرفوا بها عن طلب العلم الواجب المتعين، بينما الردود على المخالفين كما هو معلوم فروض كفاية. لو قام عالم من علماء الأمة رد على الرافضة لا يجب على الأمة كلها أن ترد على الرافضة في هذه المسألة، بريئة الذمة. أما هذا التوحيد الذي نخاطب به ولا تصح العبادة إلا به، هذا واجب على كل مسلم في نفسه. فهذا أمر، وهو طلب يعني هذا العلم بتأصيل شرعي، وهو أن كل ما أوجبه الله عليك في العبادة أن تتعلمه، بدءا بالتوحيد ثم معرفة ما يرد من الشرك، ثم بعد ذلك الواجبات العملية، يتعلم الوضوء، يتعلم الطهارة، يتعلم الصلاة، يتعلم الزكاة، الصوم، الحج، يضبط أركان الإسلام، ويتدرج في طلب هذه المسائل على أهل العلم الموثوقين، ويحصل العلم فيها، ثم بعد ذلك يتدرج إلى معرفة المسائل الجزئية المتعلقة بهذه الأصول. هذا هو المنهج الشرعي، وكل ما صرف الإنسان عن هذا الأصل فهو من الصوارف. هذه الصوارف بعضها ملجئها إلى شبه، وبعضها ملجئها إلى هوى، وبعضها ملجئها إلى ضعف عزيمة. فالشبه هي مثل هذه المسائل، أن يأتي إنسان يمضي وقتاً كبيراً من عمره في طلب مسائل
لم يؤمر بها، أو أن طلبها ينبغي أن يتأخر عن طلب ما هو أهم منها من البصر. وقد يظن أنه مصيب، وقد يكون مخلصاً لله عز وجل في الطلب، لكن هل هو على سبيل الاتباع في هذا الباب؟ أم أنه قد يدخل في قول الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ هذا على الصحيح من أقوال المفسرين أن هذه الآية عامة، قيل أنها في اليهود، قيل في الخوارج، قيل في أهل البدع، والصحيح أنها عامة في كل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب يظن أنه محسن، سواء في طلب العلم أو في العبادة. الأمر الثاني من السؤال متعلقة بشبه، يعني شبه يعني قد لا تكون متعلقة بالمنهج العام لكنها متعلقة بشبه جزئية. فيضرب مثلا مسألة ويستهوي الكلام في هذه المسألة ويفرع عنها مسائل أخرى فتقصره عما بعدها من العلم، ويقول بعضهم أنا أريد التخصص في هذه المسألة. التخصص لا يكون إلا بعد تحقيق العلم الواجب، ولهذا ذكر العلماء أن هذا التوحيد والعقيدة يجب على كل الأمة أن تتعلم، حتى التخصصات الدنيوية طبيب مهندس كلهم يجب عليهم أن يتعلموا التوحيد ثم بعد ذلك يتخصصوا في التخصصات النافعة للأمة، فضلا عن التخصصات التي تكون في طلب العلم الشرعي، أن يتخصص مثلا في السيرة أو في التاريخ أو في الحديث وهما ضبط التوحيد. من الصوارف أيضا والشبه المتعلقة بهذا الباب أن يظن أنه ضبط الباب وهو لم يضبط، فيقرأ مثلا أو مثلين قراءة بعيدة عن أهل العلم ويظن أنه ضبط. جاءني مرة أحد الشباب قال يعني أنا درست العقيدة وأريد أن توجهني دراسة مسائل الله، قلت ما شاء الله على من درست؟ قال ما درست على أحد. كيف تضبط العقيدة بدون دراسة؟ قال أبدا. قلت درست الوسطية؟ قال نعم. قلت أنا بسألك في الوسطية، سألت عن بعض الصفات؟ قال والله لا تسألني، أنا ما استحضر شيء لكني أنا فاهم. كيف الآن فاهم؟ بدأت أسأله عن حقيقة التشبيه، التمثيل، التفويض، الإثبات، منهج أهل السنة في الإثبات، أصول حما ما استطاع أن يجيب. بعضهم قال ما ذكرها شيخ الإسلام في الوسط، قال ما ذكرها شيخ الإسلام، ما قرأتها في كتاب آخر، كيف ضبطت؟ وأنت إلى الآن ما ضبطت منهج أهل السنة، يعني أصول عامة لا تفرق بين تمثيل وتشبيه وتعطيل وتفويض. فهذه مشكلة، أن يخادع الإنسان نفسه ويظن أنه بدراسته لكتاب، وحتى لو درسه على شيء، من الآن الذي يقول أنه ضبطت باب الأسماء الصفات؟ باب دقيق يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى رجوع لأهل العلم، يتأصل في هذا الباب، يرجع يعني فيما أشكل عليه لأهل العلم. فلا بد من يعني دراسة هذا الباب، وأن يكون طالب العلم على حذر من هذه الشبه وهذه الصوارف التي تصرفه عن هذا الأصل. من الصوارف ما يتعلق بضعف العزيمة. ضعف العزيمة أن العلم ثقيل فينصرف عن طلب العلم والدراسة والبحث والحضور حلق العلم لا لشبهة علمية ولكن لضعف عزيمة. فإذا سألته عن هذا قال هذه مسائل بينة واضحة، لا يريد أن يعترف بتقصيره في طلبها، بل يحاول الإقناع بأنها لا تحتاج إلى ذلك الجهد، وأن هذه المسائل
يعني واضحة، وهو يعلم أنه مقصر فيها، لكنه يحاول إقناع من يناصحه أو يخادع نفسه بأنها واضحة، وما صرفه عن ذلك إلا ضعف العزيمة في دراسة العلم. ولهذا بعض الناس يستهوي مثلا الكلام مثلا في الردود أو الكلام في مسائل، ويستطيع أن يصمد ويثبت في هذه المجالس ساعات طويلة، لكن إذا أردت أن تشرح له مسألة علمية ما يستطيع، لأن العلم يحتاج إلى صبر وإلى جلد وإلى استحضار وفهم ومذاكرة. فضعف العزيمة مانع وصالح له عن طلب العلم الشرعي على الوجه الصحيح، بدعوى أن هذا العلم سهل، أو أني أنا مشتغل يعني بأمر متعدي وهو مثلاً رد على المخالف، أو اهتم بالرد على مثلاً أهل البدع وهو لم يضبط يعني هذه الأصول. من الصوارف يعني عن طلب العلم أن الإنسان قد يعتذبه في طلبه للعلم مشكلة، إما أن تكون هذه المشكلة دنيوية أو فتنة متعلقة بطلب العلم. دنيوية مثل أن يعرض له فتنة دينية دنيوية، كأن تعرض له وظيفة مرموقة أو منصب فينصرف إليه ويترك العلم ويرضى لنفسه بما حصل، ويحاول إقناع النفس بأنه حصل من العلم ما يكفي، وهذه كما يقال فرصة، وقد يلبس الشيطان عليه بأنه يمكن الجمع بين طلب العلم وبين يعني هذا الأمر، فيخلد لهذه الفتنة ويقف عندها ويترك العلم. وإذا كان العلماء الكبار كانوا يحذرون من هذه الصوارف الكبيرة، وكان كثير منهم يخشى من القضاء لعظم الانشغال به أو المناصب الكبيرة وهم علماء كبار، فمن باب أولى أن يخشى على نفسه من هو ضعيف من أمثاله. والله نحن لا نحتاج لصوارف كبيرة، يعني أدنى شيء يصرفنا على الخير، ولا يأتي الإنسان يكادر والإبط باز عاش ومات وهو مشتغل بأمور عظيمة ومناصب عظيمة. لا تقتقس نفسك على هؤلاء الموفقين والذين وفقهم الله، لكن انظر كم خذل بسبب هذه الأمور. وأنا لا أقول أن طالب العلم يعني لا يتوظف ولا يشتغل بالوظائف، لكن وظيفة هو وظيفة، بعض الوظائف لا تبقي لك وقتا ولا تبقي لك يعني بقية من وقت لتراجع أو لتكتب أو لتؤلف أو لتحقق المسائل. وأما الشبهة المتعلقة بالدين، قد يعتري طالب العلم أثناء الطلب من يصرفه عن طلبه بفتنة، كأن يرد عليه أو أن يتكلم فيه، فيكون هذا آخر عهد العلم، خلاص انشغل بفلان وأصبح يطالبه في كل مكان ويتتبع أخطاءه ويرد عليه ويقنع نفسه بأنه مشتغل بالرد على المخالف، حتى لو كان الرد على هذا الذي تكلم فيك لا ينبغي، لو كان هو مشروع في حقك فلا ينبغي أن يتقدم على طلب ما بقي من العلم من الأصول التي ينبغي للإنسان يعني أن يطلبها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون صادقا مع نفسه في هذا الباب. كلنا نتعرض لفتن وكلنا نتعرض لصوارف، فقد يقف الإنسان عند هذا الأمر. وأنا أعلم من كان مهتما بالدعوة وكانت نهايته في الدعوة أول فتنة تعرض لها فترك الدراسة وترك طلب العلم، وإن كان مدرسا ترك التدريس وأصبح متفرغا لهذه الفتنة. وهذه قد لا يزيد دفع هذه الفتنة أن تكتب رسالة صغيرة
في بيان موقفك من هذا الأمر تستمر فيما أنت فيه ولا تقف عند هذا الأمر. فالإنسان مسؤول. أنا أتذكر لما كتبت الكتاب الأول في الرد على الرافضة وأحسن الظن بعض المشايخ قال والله نريدك أن تكون متخصصا في الرافضة وتكتب وترد عليها. فأنا هداني الله قلت أنا لن أقصر نفسي على الرافضة، أنا أريد أن أقرأ، أريد أن أقرأ. لا شك أنا مقصر، لكن الحمد لله أنا أعتبر من التوفيق أن الإنسان لا يقصر نفسه على الرد على الرافضة وعلى الرد على الجهمية وعلى المعتزلة، بل نرد على الجميع. وقبل هذا وبعد ندرس العقيدة بتفاصيلها بأصولها وجزئياتها ومسائلها، ونحن نمتثل القرآن كله والسنة كلها ولا ننصرف بالمبالغة في جانب على حساب جانب آخر. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في مسألة المفاضلة في العبادة قال أنه من الأهواء أو كلمة نحوها التي تدخل على العباد أن تستهويه عبادة معينة دون غيرها، فتجده قارئا في كل وقت أو مصليا في كل وقت فيترك بعض العبادات. قال ابن القيم والصحيح هو أن يشتغل العبادة في كل حال بوظيفة الحال والمقام. تلاحظ الآن يؤذن المؤذن وبعض الناس يقرأ القرآن، أنا أعتبر هذه من الصواب. الآن المؤذن يؤذن، المشروع أن تجيب المؤذن، فرغ المؤذن من الأذان قم وصلي ركعتين بين الإذان والإقامة، تكتب ممن أدى هذه السنة، أدعو الله عز وجل. بينما تجد يعني شخص يقرأ القرآن منذ أن يدخل المسجد حتى تقام الصلاة، وقد يكبر الإمام وتفوت تكبيرة الإحرام ويقرأ شيئا من الفاتحة وهو لا يزال يريد أن يختم يعني الجزء الذي يريد من القرآن. هذا نوع هوى في هذه العبادة. هذه العبادة لا ينبغي أن يتقدم النفل على الواجب. وعبارة مشهورة عن ابن حجر قال قال العلماء الكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وهذه تحتاج لطلاب العلم أولا أن يعرفوا دينه ويعرف الإيمان وشعب الإيمان وما هو الواجب وما هو المستحب وما الذي يقدم وما الذي يؤخر. ويحتاج أيضا الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة صدق، من أنا وما هو الواجب. والله أنا أعرف بعض طلاب العلم وأنا دائما عند أمثل، لا أقصد والله التشهير لأحد، ولكن دائما أحب أن نربط الواقع، أن نربط هذه الدروس والمحاضرات بواقعنا الذي نعيشه، ولم أسمي فلانا بعينه. فبعد أن جاءت هذه الفتن وهذه المظاهرات وهذا الخروج بعضهم ترك الرسائل، كان يكتب ماجستير في الطلاب ترك الرسائل وترك طلب العلم، قال تفرغنا للجهاد ودخل في هذه الفتنة وما استطاع أن يخرج منها. وبعضهم صبرنا عليهم قلنا أنت الآن نعطيك مهلة، وإذا به منصرف أصلا عن هذا الأمر. وأي جهاد، وأحيانا تجد فتنة يخرج إليها. هؤلاء الشباب الآن الذين وصلوا إلى التفجير والقتل وقتل الآباء وأمهاتهم، ما الذي صرفهم أصلا عن المساجد وعن طلب العلم وعن حلق العلم إلا أن الشيطان استهواهم وأغراهم بهذه الأمور. فطالب العلم يعرف نفسه، أحد طلاب العلم يفتي في الدماء في بعض البلدان ويقول لو كنت في ذلك المكان لقاتلت معكم، قاتلوا على بركة الله. فقلت يا فلان أنا لا أكلمك في البدع والهجر والتحذير، أنا أكلمك في الدماء. يا فلان أنا وأنت والله لم نسأل ما دام الفوزان والعباد وآل الشيخ وجبريل، لن تسأل في من هو أعلم منك، في من هو أولى منك. إذا كنت أنت رأس الأمة الله مستعان، لكن أنت في من أكبر. يا والله هذا الذي تبرأ به ذمتي، كيف تبرأ ذمتك وأنت لا تعيش الواقع ولا تعرف البلد؟ وهؤلاء الذين تتكلم عنهم أنا أعرف من يصف المسألة مسألة واحدة كل واحد منهم يصفها بوصف، وهم لم يحسنوا السؤال عن واقع موجودة عندهم في قرض قدم من الدولة لهؤلاء. والله كل واحد منهم يعرض المسألة بصورة.
فكيف هؤلاء ممكن أن تستعملهم على نقل الواقع في ذلك البلد وتبني عليه فتوى بالقتل والمشاركة في الدماء وتقول لو كنت عندكم لقاتلت معنا؟ أحياناً المسألة لا تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى عقل. فأنا أرى لو كان هذا من العلم وأحسنت الظن في نفسي فأن ألقى الله بكتب العلم الذي أظنه علم خير لي من أن ألقاه الله بالدماء والقيامة. لكن المسألة تحتاج إلى عقول، تحتاج إلى يعني أنا، تحتاج إلى معرفة من هو، من أنا وما هو واجب. وهذا اللي تجد الآن بعض الشباب حدث إلى الآن ما عرف شيء، يقول أنا متصدي للرد على المخالفين. من أنت حتى ترد على المخالفين؟ أنت ما ضربت هذا الباب الذي ترد فيه، وردك مضحك يعني يسخر منه أهل البدع إذا كنت أنت الذي سترد عليه. أنت ما ضبطت اللغة حتى تضبط العقيدة، وما ضبطت المصطلحات الشرعية حتى تضبط الردود على المخالفين. والعلماء قالوا كل عالم، كل مناظر عالم، وليس كل عالم مناظر. مناظر ما هو سهل، رد المخالفين ما هو سهل. وأصبح الآن رد المخالفين كثير من الشباب الذين يتسوون السنة كل واحد منهم قادر عليه. حتى قال لي مرة أحد طلاب العلم من بعض البلدان في الخارج، قال حال بعض هؤلاء يقول علمني الوضوء وأعلمك الجر والتعديل. يعني ما عرف الوضوء يريد أن يعرف الجر، يعلم الجر والتعديل. كيف عرفت الجر والتعديل وأنت لا تعرف الوضوء؟ هذه فتنة. لا ننكر الجر والتعديل، ولا ننكر الردود على المخالفين، ولا ننكر الجهاد في سبيل الله، ولا ننكر الرد على العلمانية والليبرالية والرافض والجهمية والمعتزلة. ينبغي أن كما يقال أن توضع النقاط على الحروف، نحن لا ننكر هذه الأصول، لكن من الذي يقوم بهذه الواجبات؟ وهذه الفتنة مثل فتنة الآن الخوارج. لما قال العلماء الجهاد له شروط وضوابط قالوا عطلوا الجهاد، وإذا قلنا يا شباب تعلموا العلم ثم ردوا على المخالفين قالوا عطلتم الرد على المخالفين. من الذي يعطل الرد عن مخالف؟ كتاب الله اشتمل على الرد عن مخالف، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال في النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال قولا لم يقله النبي قبله تحذيرا للأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال وبالغ في تحذيرنا، وحذرنا من البدع وبالغ في تحذيرنا، وحذرنا من المعاصي وبالغ في تحذيرنا. فالكتاب والسنة كلها مشتملة على التحذير، لكن من الذي يقوم بهذا؟ هل هم هؤلاء الأحداث الذين لا نفعوا أنفسهم ولا غيرهم وصرفوا أو انصرفوا بهذه الفهوم عن هذه الأصول العظيمة؟ ينبغي أن نرجع يا إخوة للأصل، وأن نطلب العلم بأصول بإخلاص ومتابعة في طلب العلم، متدرجين في طلب العلم، نجمع المسائل في مكان واحد ونحقق المسائل، يكون اتباعنا مبنى على الدليل لا التقليد. ولا أحرم التقليد، العامي فرضه فاسألوا أهل الذكر. لكن إذا أردنا أن نكون طلاب العلم ينبغي أن نرتفع عن مرحلة التقليد إلى أن نكون طلاب علم نعنى بالدليل ونضبط هذه المسائل، ونرجع في أيضا هذه الصوالف وهذه الفتن التي تعرض لنا، نرجع للمشاعر. يا فلان ترى الآن في فتنة وقالوا لي رد على فلان، ترجع لأحد المشاعر ايش رأيك يا شيخ؟ قال لا يا ابني اترك هذا، خلاص اسمع واضح، لا يعني تركب الرأس كما يقولون وتأخذ برأيك وتنصرف بهذا إن كنت صادقا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا الرجل أخبر منك وأعرف منك ومر بتجارب فرجع إليه. هذا بعض ما أحببت أن أنبه عليه في هذه المسألة، وأستميحكم حضرا على الإطارة، ولعل شيخنا الشيخ فلاح يعلق أو يصور ما وقع من خطأ أو زلل، هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزا الله عز وجل الشيخ خيرا على ما قدم، ونترك المجال للشيخ فلاح اسماعيل حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم.
أحمد الله تبارك وتعالى على ما وفق ويسر من هذا الاجتماع وهذا اللقاء مع الشيخ الفاضل الشيخ إبراهيم حفظه الله ونفع به وبارك في علمه وعمله وعقبه حيثما كان، كما نشكره جزيل الشكر على إجابته الدعوة وزيارته وتفقده لإخوانه وطلابه في الكويت، وعلى هذه الدروس وهذه اللقاءات فجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك مقبولا وأن يجزيه عنا جميعا خير الجزاء. والكلمة كما سمعنا جميعا ما ترك فيها أو منها شيئا، وهذا دأبه وهذا تواضعه دائما معي ومع غيره جزاه الله خيرا. والصوارف كما ذكر الشيخ كثيرة، ولعل يعني من باب المشاركة من أعظم الصوارف يا عبد الله يا طالب العلم الانشغال عن طلب العلم والتشاغل عن طلب العلم، وهذا الأمر ينقسم فيه الناس على قسمين: قسم ينشغل بأمور الدنيا والمناصب وغيرها، وقسم ينشغل كما أشار الشيخ حفظه الله بالردود والتعقبات ونحوها، وطبعا يترك العلم لما يرى في نفسه، وهذه كما أشار إليها كثير من المشايخ، يرى في نفسه استعلاء لا شك وكبرا، وهذه هي التي يعني ذكرها قديما أن الكبر من أعظم الصوارف. ما يمكن ربنا عز وجل يوفق من يرى في نفسه علوا واستعلاء وكبرا وتكبرا على هذا العلم الشرعي. هذا العلم هو طريق سلعة الله تبارك وتعالى، وسلعة الله غالية، والله إن ما قابلتها بالتواضع والخضوع والتطامن يا عبد الله فلن تصل فيها إلى شيء أبدا، بل لعل هذا الصارف يكون باب فتنة لك كما حصل إلى كثير يعني في تاريخ الأمة. الخوارج خدعتهم عباداتهم واغتروا بها فتعالوا على الصحابة، لا والله من يتعالى ومن يستكبر ويرى في نفسه الفضل والمكان والمنزلة إما للرد وإما في باب الإفتاء أو غيرها أو الجرح والتعديل كما ذكر الشيخ، هذه كلها من أعظم الصوارف، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإياك أن تنشغل بشيء من هذه الأمور سواء في باب الدنيا أو في باب ما يسمى الآن أنه من باب الجهاد في دين الله تبارك وتعالى، إما جهاد في الردود وإما جهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق، والأبواب كثيرة والشيطان يفتح لهم آفاقا وأبوابا يلبس بها عليهم، وأصلها والله هو العلو والاستعلاء على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى المشايخ، وقد صنفوا كثيرا حتى المشايخ الكبار قد صنفهم بعض الأصاغر أنه نعم هذا الشيخ يؤخذ منه كذا مثلا الفقه ولكن لا يؤخذ منه الجرح والتعديل، هذا الشيخ يؤخذ منه
في الحديث، ولكن لا يؤخذ منه في ناقد المخالفين، وهكذا هذا كله والعياذ بالله من باب الإعجاب بالنفس، وهذا باب لا يوفق الله تبارك وتعالى فيه من سلكه. فالعلم يا عبد الله يحتاج التواضع والتطامن أولا لأهل العلم وللمشايخ وللعلم نفسه، والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والصدق فيه، وأن تعطيه الوقت كله، كما يعني يذكر عن سفيان أو غيره رحمة الله عليهم عن العلم ومكانة العلم، قال: إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. نعم، العلم نفيس غالي، تعطيه كلك يعطيك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا أبدا مكانك، بل ربما والعياذ بالله مثل ما قلنا إذا جاء الكبر ولا غيره ينقلب الأمر فيكون رأسا في الفتنة ورأسا في الشر والفساد والإفساد. والمصيبة أنه لا يرى في إفساده أنه هو المفسد، يعيث فسادا وينشر فسادا والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالله قالوا إنما نحن، ألا إنهم هم المفسدون. ولكن هذه المصيبة مفسد وغارق في الفساد والإفساد وهو لا يشعر، بل كما قال الله عز وجل: يحسبون أنهم يحسنون. هذه هي المصيبة العظمى، أنه في فساده وإفساده يرى أنه هو المحسن وهو المتقن وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهو المجاهد في سبيل الله وهو الذي يدعي أنه هو الذي ينصح لدين الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. كل هذا يراه في نفسه ولا يراه في غيره أبدا. فهذا هو الباب الذي يجب أن يسلك يا عبد الله، تفرغ فقط للعلم، والعلم كما ذكر الشيخ تبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، ما هو تهجم على باب الجرح والتعديل ولا باب الردود وأنت ما أتقنت وما أحسنت. وذكر أمثلة كثيرة جدا، وأنا أذكر مثالا واحدا، أحد هؤلاء وكان يتشدق في الكلام: أنت ما تعرف هؤلاء، أنت تجهل حالهم، أنت تجهل عنهم. قلت: نجلس نتحدث أنا وإياك وإياهم، تعال نتقابل. فالشاهد أشغلنا كثيرا بالقيل والقال والتشدق، أتعبني كثيرا جدا، ما تقول شيء إلا ويقاطعك، وهو المتكلم وهو لا يريد أن يسمع وإنما يريد فقط أن يسمع. ومثل ما قيل: الله عز وجل جعل لك لسانا وجعل لك كم أذنا؟ فيكم واحد عنده أذن وحده؟ لكن في أبو لسانين ما في، يعني تسمع ضعف ما تتكلم، هذا أقل الأحوال. شاهد ما أعرف كيف من توفيق الله عز وجل، قلت: يا شيخ أنت وبختنا، والعلم هو يتشدق بألفاظه في العلم، ما طلبوا علما ما سلكوا ما. قلت: يا شيخ أنا أسألك سؤال. قال: تفضل. قلت: فرق لنا بين الركن وبين الشرط، إيش الفرق؟ ما أدري والله كيف أنا كيف جاء السؤال حتى إلى اللحظة ماني متصور، لكن توفيق الله عز وجل. ومجلس كان مليان. نصرة الله لدينه. أقول: نصرة الله لدينه. والله يا شيخ. قال: الشرط. قلت: إيه الشرط؟ وش الشرط؟ الشرط شيخنا، الشرط ما قرر العلماء أنه شرط. والله يا أخي، والله الذي لا إله إلا هو. قلت: الله أكبر. ها وسرور. قلت: ها قدر. والركن، أنا قلت والركن ما قرره العلماء أنه ركنه. الحمد، نعم شيخنا، نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذه كل مسلم يستطيع أن يجيب عليها. فمصيبة يا أخوان، يعني يتشدق بالمناقشات والردود والجهاد والنصيحة، ما ترك أحدا، والله ما ترك أحدا ولا ترك شيئا يا شيخ، لا يعرف الفرق بين الشرط وبين الركن. قلت خلاص انتهى، ما يحتاج لا نقاش ولا شيء، أنا بمشي يا شيخ. فالشاهد هذا كثير يا عبد الله، العلم هكذا والله، كما قال عبد الله بن عباس، صغار العلم قبله. واقرأ دائما، شوف الكتب، شوف العلماء الذين صنفوا بما يبدأون، وين باب الأسماء والأحكام، وين باب الحكم على هذا أنه مبتدع وأنه هذا منافق وأنه هذا فاسق وأن هذا فاجر وأن هذا كافر، هذا وين؟ هل وجدتموه في كتاب من كتب الأئمة في الأبواب الأولى؟ وجدتموه؟ أبد، في آخر الكتاب. إن جيت لكتب أهل الحديث أهل الفقه، وين حطوا أبواب الردة يا شيخ؟ والله في الأخير بدأوا بالطهارة، بدأوا بالمياه، بدأوا بالنيات، بدأوا بالمقاصد، وتدرجوا هكذا حتى وصلوا إلى ذلك الباب. تترك هذا كله وتقفز. الله يرحم شيخنا الشيخ حماد، كان يقول من طلاب العلم من يقرأ من تحت الفوق، هذا يفهم يا شيخ، قال دعه دعه، هذا يقرأ من تحت دائما، يقرأ منين؟ من تحت إلى فوق يا شيخ. فالشاهد طلب العلم يا أخوان، والله طلب العلم. وبعدين أنا عندي كلمة، وين صاحب الديوانية الآن؟ ما شاء الله شوف الحضور كيف طيب. الدروس العلمية في المساجد يحضر هذا العدد؟ أجيبه ليش؟ ليش تحبون الديوانية أكثر من المسجد يا شيخ؟ لماذا؟ لما يعقبها، لما يعقبها عشاء، حتى خروس أحيانا بعد عشاء ما يقولون سريع. ما أعرف، شوي نغير في المنهجية يا أخوان، نغير، نعتني بالدروس العلمية. والشيخ ترى يعني له دروس، فلذلك أرجو أنكم اجتهدوا بها. وايضا جايين ما شاء الله المشايخ، ما يعني اليوم والله المشايخ يجونكم يا اخوان. انتوا رحتوا للشيخ ابراهيم؟ كم واحد منكم راح للشيخ ابراهيم في المدينه؟ جزاك الله خير. بعد اثنين، بعد، لكن هذا الشيخ جاءكم حقا، الشيخ جاء ويراه حقا يا شيخ. ها الحق انه احنا نروح ولا لا؟ ها ليس منا من لم يرحم، قولوا ها، ويوقر ويعرف لعالمنا حقه. يا اخوان العلماء والله ياتونكم، فلذلك احرصوا مثل ما نحرص على جلسه الديوانيه وجلسات الديوانيه، ايضا نحرص على الدروس في المساجد، الدروس العلمية اللي في المساجد، بل والله هي أولى، لأن يعني لعل يعني بها يعني يكون توفيق لله تبارك وتعالى يحالفنا أكثر، لأن فيه إحياء ها لبيوت الله تبارك وتعالى، نحيي ها البيوت. نعم إحياء الديوانيات جيد وجزاكم الله خير، وحضور العامة وحضور ما في بأس، لكن أيضا إحياء المساجد أمر يجب أن نحرص عليه، وتكون في النية والمقاصد. يوم تروح تروح للدرس وتروح للشيخ وتروح أيضا إحياء لبيت الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وجزا الله يعني شيخنا خير الجزاء، واغتنموا بارك الله فيكم، واحرصوا وتفرغوا في طلب العلم وإياكم وهذه الأمور التي أشغلت كثيرا، بل ومثل ما قلنا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نعم، بل يمكن يحذرون من هذه المجالس هو يحذرون من الدروس، حتى اللي في المساجد، حتى اللي في المساجد، مع أنهم كلماتهم ولقاءاتهم وين؟ في السرديه.
انتوا اشوى ديوانيتكم ما هي بس سرداب فوق هم في السراديب. فيحذرون من هذه الاشياء كلها. نسال الله ان يعافينا واياكم ووفقنا واياكم وجزاكم الله خير الجزاء. جزا الله الشيخ خيرا على هذه الكلمه النافعه. ونستأذن الشيخين بقراءة بعض الأسئلة على أن يكون السؤال أحدهما للشيخ إبراهيم. لا الأخوان كتبوا الأسئلة للشيخ إبراهيم. أبد بيسمعون من الشيخ. نعم نحن نجي أول المحاضرة ثم الأسئلة يرجع للمشاهد. الله يجزاك الخير. الله يحضر فنتكلم ومن إجابة والأسئلة عند المشاهد. الله يحفظكم. السؤال الأول يقول السائل أحسن الله إليكم: كيف نفرق بين المسألة الجزئية والأصل؟ كيف نفرق بين المسألة الجزئية والأصل؟ أبدا أنا الجواب أجاب بكلمتين. بيسمعون جوابك يا شيخ تفصيل. لا ولا التفصيل من عندك. كل حال الذي يظهر لي والله أعلم على شيخنا يسوّبني أو يستدرك أن مسألة الأصول والجزئيات أمور نسبية. فإذا ذكرنا أركان الإيمان فهي أصول لما تحتها. وأحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر مسألة ليست من أركان الإيمان يقول وهذا أصل عظيم من أصول السنة. فالأصول حقيقة ليس هذا تعارض بكلام أهل العلم، بل هذا معروف حتى في أمور الناس وفي حياة الناس أن هذه مسائل نسبية. فهذا أصل باعتبار ما تحته، وهذه مسألة جزئية باعتبار يعني ما فوقها، وهكذا. والأصول إذا أطلقت تطلق على أصول الدين، ويدخل في هذا من حيث المعنى العام المطلق الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهي ما يعرف عند أهل العلم بمراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. والدين لا يخرج عن هذه المراتب. ثم هناك تحت هذه الأصول الثلاثة أصول متعلقة بأركان الإيمان، أصول متعلقة بأركان الإسلام. وتحت هذه المسائل الجزئية ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة. أول أصل ذكره الإمام أحمد في أصول السنة ما هو؟ التمسك بما عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أصل عظيم من الأصول، وهو يرجع إلى منهج الاستدلال. فإذا هذه الأصول حقيقة أمور جزئية، يحصل في بعضها أن يقال هذا أصل، وأحيانا يقال أن هذه مسألة جزئية، لكن هي جزئية باعتبار ما فوقها، وهذا أصل باعتبار ما يعني تحته. ولكن هناك أصول ظاهرة مثل أصل أهل السنة في الصفات، أصل أهل السنة في الصحابة، أصل أهل السنة في باب الإمامة، أصل أهل السنة في باب يعني مثل ما ذكر الشيخ رجوع لأهل العلم توقير العلماء. هذه حقيقة أصول يعني محترمة عند أهل السنة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: كيف نعرف أن هذه المسألة المعينة مسألة عقدية؟ تفضل يا شيخ. لا أقل ما كيف كان بجاوب بكلمتين. أنا أريد الكلمتين. أنا أريد السؤال يا شيخ. قال حفظ الدرس. أقول إذا قرأت وتعلمت وتدرجت في التعليم راح تفرق بين المسائل اللي في باب الاعتقاد والمسائل اللي في باب الطهارة والمسائل اللي في باب الصلاة. كيف ما تفرق؟ أما وانت ما قرأت وما تدرجت بتعرف. إذا تعرفت سوف تعرف. وإذا قرأت لو قرأتيه لوجدتيه. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما أفضل منهجية في قراءة كتب التوحيد، توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات؟
والله الذي يظهر والله أعلم أن الكتب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى يعني الناس يتفاوتون فيما كتبوا وألفوا، وقد يكون في بعض الكتب شمول وفي بعضها إجمال وفي بعضها تفصيل، وما ألف كتاب قيل أنه اشتمل على العلم وحوى الشرع كله إلا كتاب الله عز وجل وهو منزل، ولكن أتكلم عما ألف الخلق، أما كتاب الله عز وجل فهو كلام الله الذي أنزله على نبيه، وما ألفه العلماء في السنة جمعوا بعض ما أرادوا جمعه حتى يعني جمع الصحيحين، لم يدعي الإمامان الإمام البخاري ومسلم أنهما جمع كل السنة كما هو معروف، فكتب حقيقة لم لا يوجد كتاب جمع الدين كله وجمع السنة. شيخ الإسلام لما سئل هذا قال الناس يتفاوتون فيما كتبوا وفيما يعني صنفوا، وهذا حقيقة من الاتباع أن لا يقصر الناس على كتاب دون غيره، ولكن في بعض الكتب كما عرفنا من علمائنا ومشايخنا توجيه إلى بعض الكتب النافعة التي يعني رأوا فيها نفع ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب الإمام ابن القيم، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، هذه الكتب فيها خير وبركة، ولكن نقول لو أن أحد طلاب العلم ما تيسرت له هذه الكتب وقرأ غيرها لا نقول أنه ليس بسلفي. أذكر فتنة حصلت بين بعض الشباب في بلد من البلدان، كان هناك حقيقة فتنة في أن دعوة الوهابية وكذا، أحد العقلاء من طلاب العلم قال أنا أدرس التوحيد وأستفيد من هذه الكتب وأدرس، قالوا لما لا تدرس الأصول الثلاثة؟ فسألت عن هذا قال هذه فتنة، إذا درست الأصول الثلاثة يمكن يغلقون المسجد، فأنا أقرأ كتب الأئمة والعلماء وأدرس التوحيد. فانتقده بعض الشباب قالوا لا لا بد يدرس الأصول الثلاثة وليس بسهل، قلت إذا أردتم التحقيق والتأصيل لو مات وهو لم يدرس الأصول الثلاثة لن يسأله الله. كيف نربط الناس بكتاب من كتب أهل العلم؟ وقبل أن يؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة كيف عاش المسلمون؟ حتى قال بعض العلماء لو مات رجل وهو لم يعرف البخاري ما ضر. فينبغي حقيقة نربط هذه المسائل، دين الله إذا ربط العلم الذي خاطبهم الله عز وجل به من أي كتاب يكفيه، لكن توجيه مشايخ وعلماء لهذا الكتاب لما رأوا فيها من النفع، ولا يقال أن من لم يدرس هذا الكتاب فهو ليس بسلف، أو من لم يدرس كتاب فلان فهو ليس بسلف. الذي يضبط هذه المسألة قول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. أنت أدرى بنفسك قد يكون كتاب التوحيد للشيخ محمد فيه مسألة مفترض عليك ما أدونها الشيخ، تقول خلاص حجتي بيني وبين الله كتاب التوحيد، لا تعلم هذه المسألة من أي كتاب آخر واقرأ كتب أهل العلم وحرر هذه المسائل حتى يحصل لطالب العلم معرفة بما أوجب الله عليه، ولا يعلق الناس بكتاب، لكن من التجربة مما ذكر المشايخ ومما جربنا كلنا في أنفسنا استفادة من هذه الكتب التي فيها خير، لكن لا يعني قصر الناس أو يعقد ولاء وبراء على هذا الكتاب دون غيره. أحسن الله إليك. يقول السائل ما رأيكم في من يقول أن التدريس ونشر العلم بين الناس منذ الصغر هو سبب لتثبيت العلم؟ سبب شنو؟ تثبيت العلم. كيف؟ تثبيت العلم. يقول ما رأيكم في من يقول أن التدريس ونشر العلم بين الناس منذ الصغر هو سبب لتثبيت العلم؟ يعني يدرس ويثبت علمه. أقول يدرس ويثبت علمه وإن كان صغيرا. نرجو يعني من الأسباب اللي تذكر لا شك يعني الطلب في الصغر والحفظ في الصغر. هاي شيخ لكن هو كان يفهمت من السؤال إنه يقول التدريس يعني طالب صغير الآن حتى هو يدرس يدرس حتى يثبت علمه، هذا اللي يقصد يدرس هاي. يدرس فيتعلم خليه يدرس وبعدين يعني المراد الشيخ انه ضبط
كتابا معينا عن المشايخ فيصبح يدرسه ليضبطه أكثر ويحفظ. والله يا شيخ ما أعرف إذا الشيخ إبراهيم أنا الذي يظهر لي أن الأخ اشتبه على الشيخ. المشايخ طلاب العلم يقولون لمن تأهل في العلم التدريس يعينك على ضبط العلم. يعني معروف نحن الآن عندما واحد يقرأ مثلا شرح الطحاوية كلنا قرأناه تقرأه قراءة لنفسك، لكن لما تعلم نفسك ستدرس هذا الكتاب وستسأل عن هذه الكلمة وتخليج الحديث وهذه اللفظة ستزداد يعني حرص على فهم الكتاب أكثر مما تطور لنفسك. فيا مشايخ يقولون هذا مما يعين، لكن لمن أكثر الإطلاقات تنزل على غير منازله. يعني رجل تأهل بالعلم وقال له درس والتدريس يعينك على الضبط، لا يؤتى لشاب حدث الآن ويقال له درس وستتعلم فيفسد الناس ثم بعد ذلك يقول تعلم. لن تتعلم ولن تعلم، فاقد الشيء لا يقين. لكن من ضبط الأصول وتعلم لا شك أن التدريس كثير من المشايخ جربوا، وكل واحد منا الآن جرب أن كلما درس كلما استفاد، لكن لا ينبغي أن يتصدى للتدريس قبل أن يتأهل له. هذا الذي يظهر لي أن هذه الكلمة أحيانا تنزل على غير منازلك. نعم. يقول السائل: ما هو الأهم لطالب العلم، حفظ القرآن أم طلب العلم الشرعي؟ يا جماعة بينهما أنا جابوا في كلمتين يا جماعة يحفظ القرآن لا شك والقرآن هو الأصل، ويطلب العلم يتفرغ لطلب العلم على حسب التفرغ اللي عنده والقدرة التي عنده. نعم. يقول السائل: بعض طلاب العلم يقول بأن علم النحو غير مهم، فهل هذا صحيح؟ هذا العاجز يقول هذا. يقول عمر بن الخطاب: تعلموا العربية فإنها من دينكم. يا شيخ كيف بكرة بيتصدى وبيشوف القرآن وبيتكلم عن القرآن ويشرح الحديث ويقرأ الكتب ويفسر ويشرح أقوال أهل العلم وهو مخبص في باب اللغة؟ لا يفرق بين الفاعل والمفعول. جزا الله الشيخين خيرا، وندعوهما وندعوكم جميعا للعشاء حياكم الله. الله يبارك فيك. قبل هذا نعلن أن أخوانك بس أنا عندي كلمة. السؤال اللي قبل هذا الشيخ جزاه الله خير أجاب، يعني بما نبدأ أو طالب العلم كيف يتدرج؟ نعم جيد، يعني كونك تعرف أن الكتاب هذا يبدأ به والكتاب هذا، لكن لا تنتظر. يعني مثلا كثير ينصح أنه نبدأ بالأصول الثلاثة ولا نبدأ بكتاب التوحيد. طيب ما حصلت لك أحد يشرح لك لا كتاب التوحيد ولا الأصول الثلاثة، وشفت واحد يشرح العقيدة مثلا الطحاوية أو يشرح كتاب شوف وين الكتاب والذي يدرسه أحد طلبة العلم المعروفين الموثوقين في دينهم وعقيدتهم تبدأ به، مو تبي الناس توافقك على ترتيبك. أنت وين ما شفت ها فيه مادة وفيه كتاب يدرس وفيه تبدأ به. لا تنتظر تقول لا والله ما بحضر هذا الكتاب لأن هذا على غيرة، هذا رقم ثلاثة وأنا ما بديت لا برقم واحد ولا برقم اثنين، وتضيع على نفسك الفرصة. لا، تبدأ بالكتاب حيث يشرح وطالب موثوق طلبة العلم إخواننا والمشايخ. نعم، هذا الذي تبدأ به وتحرص عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. الله خير. هذا أشار ليه ما تفضل به الشيخ الإسلام في الوصية الصغرى لما قال يعني ما الذي يقول، قال الناس يتفاوتون فيما صنف وفيما يشتهر في بعض البلدان دون غيره وفيما يتعذر في بعض المناطق دون غيره. فقد يكون المتيسر مثلا في بلد كتاب مثل ما قال الشيخ، أو المتيسر في الزمان كتاب دون ذلك الكتاب، فما يقصر نفسه. وهذا حصل في الحرم لما درسنا الطحاوية، جاءوا بعض الطلاب قالوا نحن ما درسنا الأصول الثلاثة، فهل نحن قلت أحضر؟ يعني هل أنت إذا حضرت لا تفهم شيئا من هذا الكتاب أو تفهم أوهام أو شيء؟ قال لا أفهم أشياء كثيرة، قلت أحضر. وهذا الكتاب الآخر قد تضبطه بعد ذلك، ليس يعني ذلك أن تحجب على نفسك. وقد لا يتيسر لك من يشرح الأصول الثلاثة وتبقى أربع سنين في الجامعة وبعد ذلك تذهب وأنت ما درست لا الأصول الثلاثة ولا غيرها.
جزاكم الله خير يا شيخ. نذكر الأخوة بأن هناك بإذن الله عز وجل غدا بعد صلاة العشاء محاضرة للشيخ بعنوان الألفة والاجتماع مكانتهما وأسباب تحقيقهما في استراحة الحجاج. وغدا بإذن الله أيضا تبدأ دورة الشيخ يوم الاثنين المحاضرة يوم الاثنين بعد صلاة العشاء. وغدا بإذن الله تبدأ دورة الشيخ إبراهيم الرحيلي في مسجد كليب مضحي بالعرضية في التعليق على مواضع من كتاب موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. وجزاكم الله خير.